هيجرى لك ايه؟ معلش علا، يبقى انت فعلا اللي كنت قاعد على النت صح؟ يا ماما خلاص تعالي هنا. ايه ده انت عامله؟ ربنا ياخدكوا. عادي 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 عادي. لا مش عادي اللي بيحصل ده، مش عادي. قلقان ليه؟ قلقان ليه بس؟ يعني ماما، ما هي ماما كل يوم. يعني انا هصحى مثلا الاقي ماما في يوم من الايام خالتي. اهدى 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 علا. طب ما هي علا طول عمرها هتموت وتقعد على النت. حتى بابا، حتى بابا طول الوقت بينسى باب الثلاجه مفتوح عشان يشرب ميه. اذا كان بينسى في باب الحمام عليه وبيبي، مش هينسى باب الثلاجه اللي ما فيهاش حد بيعمل بيبي. لا اللي بيحصل ده مش عادي وهبل. ماشي ماشي. حيل يا ابني، بتبص على ايه؟ فهمنا. العربيه الحمراء عدت وبتاع العيش اهو، والكلب اهو اهو الكلب. يبقى هو هيجري هيجري هيجري. ثانيه واحده، واحد كده حرامي بيجري معاه شنطه وبيجري كده. ثانيه واحده، هيجري هيجري هيجري. اه مين ده اللي هيجري؟ ما قلت لك واحد حرامي. ماشي الله، مالك انا اتكلم امك كده ليه؟ انا مش عايز اتكلم معاها اصلا. كله عدى ما عدا هو. ماشي حرامي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ابني؟ ده الناس كلها بتجري. يعني ايه الناس كلها حراميه؟ ليه؟ اهو 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 ده اللي انا اقصده. ده الوحيد اللي ما جريش. ليه ما جريش ليه؟ ها وبيكلم مين؟ بيكلم مين في الموبايل؟ ها والله ما اعرف يا ابني، والله ما اعرف. ليه ليه ده ما جريش ليه؟ ده كان بيجري. ده هدي نفسك هدي نفسك بس شويه، وتعال نخش جوه واخلي ماما تعمل لك ليمون. اخش انا جوه عشان ايوه. ليه ما جريش ده بقى؟ ليه يا اخي؟ ان شاء الله عن امه ما جري. ان شاء الله عن امه ما جري. يا اخي ان شاء الله عن امه ما جري. حاضر حاضر. ان شاء الله ان شاء الله عنك ما جريت يا اخي. ان شاء الله عنك ما جريت. الحمد لله اهو خلاص هديت تماما ومش رايح الفرح برضه. يعني ايه مش رايح الفرح؟ يعني لا انا اذهب. طب نعمل لك ايه دلوقتي بقى؟ الله، انتوا كلكم هتعصبوا عليا ولا ايه؟ يا جماعه انا حاسس ان هيحصل لي حاجه النهارده. يا ابني يحصل لك ايه؟ ما انت زي الفل اهو دلوقتي زي الفل، انما بالليل بقى بعد الفرح مش هبقى زي الفل. بالليل؟ اه. سيبينا يا سعاد شويه لوحدينا. لا 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 لا، مش اللي في دماغك ده خالص. انا كده انا كويس جدا يا سعاد، ارجوك سيبينا شويه لوحدينا. بلا سيبينا بلا سيبك يا جماعه، ريحوا نفسكم. انا مش رايح الفرح، يعني مش رايح الفرح. انت عارف الناس هتقول ايه على بنتي لو العريس ما جاش الفرح؟ حظها وحش. نعم يا اخويا. حلو ايه؟ حلو حلو يقولوا حلو. وبعدين ده انا كنت فاكرك اول واحد هتتبسط ان الموضوع هيبوظ. يعني اكملنا انا وحضرتك مش على وفاق مع بعض. ما انا مش هتحرك من هنا لما اعرف ايه السبب اللي خلاك اتغيرت بالشكل ده. حاضر. اصل انا حاسس ان انا هموت بعد الفرح. مش احسن ما تموت دلوقتي ولا ايه رايك؟ لا خلاص دلوقتي لسه بدري. اموت بالليل. تموت بالليل، تموت بالنهار، تصعب السنه تكون في القاعه. وانت خليك جنبه لغايه ما تجيبه معاك. اتفضلي يا هاني. اعرفك بنفسي، انا سعيد ابن عم مريم. يا سيدي عارفك وحافظك. صم سعيد ابن عم زفت ولا زفت ابن عم سعيد؟ هتعمل لي ايه انت يعني؟ وجاي تسلم عليا كده من غير ما تبقى عامل بيبي؟ قوم اعمل بيبي، قوم اعمل بيبي وتعالى سلم عليا الاول. قوم اعمل بيبي. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اشكي لمين انا ولا احكي لمين؟ ما حدش هيصدقني. اشكي لسعيد؟ مش هيصدقني. ما حدش هيصدقني. اذا كنت انا مش مصدقني. لا 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 لا. يا عم اقعد اقعد يا عم اقعد. هكتب كل كده عشان يعرفوا ان انا دخلت الصبح عليا وحاطه في شكلي. بعد كده حصل ايه؟ بعد كده حصل ايه؟ بابا بس انا هكسب الفل. بابا بس انا هكسب الفل. محدش فاهم اي حاجه. خالتي دخلت وقالت لي صباح الخير يا عريس. الكمبيوتر اضطريت اشيله علشان اشتغل الصبح. بموت. ايه ده؟ ايه الفرقعه دي؟ عايز اروح الحمام. والفرقعه دي طلعت منين؟ بقول لك عايز اروح الحمام. ثانيه واحده اما اشوفه لك. اقعد. انت كل قرف، ريحتك وحشه وعملت فرقعه في اوضتي.
الو حدي. ايوه حسيب، انا خدت فلوس من الخزنه. ايوه، انت عرفت منين؟ ايه؟ اه كنت مزنوق فيهم وخدتهم. ايه جرد تحقيق؟ اتفضحت يا جرير، اتفضحت يا جرير. حرامي وانا ناقص؟ يا فضحتك يا جرير، يا فضحتك يا احمد. اهلا 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 ست الحبايب. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا جلال، انت متنح كده ليه؟ سلامتك الف سلامه، انت قاعد كده ليه؟ ما تعمل حاجه. اعمل حاجه؟ هو انا بعمل حاجه؟ ما انتوا اللي بتعملوا كل حاجه. اعمل ايه انا يعني؟ اكلوا الدكتور يا ابني. دكتور مسافر، الدكتور في الغردقه. انت بس اعملي له ميه بسكر وهو هيبقى كويس، وانا للاسف هجيب له الدواء من جوه. فضحتوني.